السلام شروط، سننظر هل نحن متحققون من تلك الشروط ام لا، باش نعرفهم باش تنصب لنا ما تنصبناش. الصلاه ماشي فروض ركوع وطريح ونوض، لا الصلاه عباده عندها شرط ستر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا الصلاة؟ بالصلاة نمكن، يمكن لنا ديننا. المسلمون الآن في الفلة وليسوا على قلة، كتاب ولكن مليون مليار فاصلة ستة، ولكن ما في نشأتها، ما في نشأتها، كاع الحكومات تتوصل في يديها. حنا ندور ندور تيتسحب في أنهم تقدموا بالصاروخ، نعطيوك الصاروخ شوف واش بغيتي يدير، ما دير والو، ما لا درتي. لماذا؟ حديث صريح، إذا تبايعتم بالعينة فبيعوا الشباب قبل أن ينسى الدين الحي باش يكون حرام، وأخذتم أذناب البقر لما الدار تجارة دار الفلاحة. لا معاهم ما تيصليش، تجي تصلي كي واحد دابا شكون اللي بيسمعها، تجي تصلي وهاد اللي بدا شكون اللي كاملها، تجي تصلي راه عندي بيت شكل ما عندي ما. أبسط شيء لا تعود إلى في الصلاة، زيد تصلي وهذا الكرسي اللي في الخوا شكون اللي بيكمل فيه؟ طب هذه قاعدة أنا هنايا ولا يصلي، زيد تصلي والماتش راه لعب المنتخب، يا الماتش كيما اللي نديرو ليه؟ زيد تصلي يعني زيد يخرج من دخل بيوت الله ويخرج من دخل الملاعب وقارئ هذا اللي يخرج من هنا وهذا اللي يخرج من هنا. ناس في القران هما ناس اللي خارجين من الشارع. غيقول لك شي واحد لا راه اكثر المساجد في اكثر المساجد. كل اصحاب حي راه تيصلي في المسجد ديالو. ماشي انا جاي هذا الوقت. هو اللي هو القراوي. القراوي ولا بلا كتاب. يوازي الوقت. كان القراوي يشوف عدد اللي يخرج من هنا وعدد اللي يخرج من المساجد. ورا القراوي اكثر من المساجد. هادشي معروف. هذا الحال ولا معصر. سلط الله عليكم مثل الان. لا ينزعهم حتى ترجعوا الى دينكم. وتركتم الجهاد في سبيل الله ماشي المقصود فقط الجهاد، لان الجهاد اول ما ينقض من عرى الاسلام والطريق غادي الصف، الطريق غادي الصف، ان الناس غادي يخلوه اخر ما ينقض الصف، وقد نقض هذه المسؤوليه للاسف الشديد. لماذا الصلاه نمكن بها؟ الذين يمكناهم أقاموا في الأرض أقاموا الصلاة، أول شيء الذين يمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والصلاة سبب إلى الرحمة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الصلاة لأن فيها ترزق، نحن نرزقه، قال أهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه. هذا كذاب، شكون؟ أجي تصلي؟ لا، العمل عبادة. ألقى الشيطان على فيك هذه الكلمة يلبس عليك بها، ظننت أنها لأنها كلمة حق تستطيع أن تتملص منها، تتملص بها من التكليف، وهذا باطل. الصلاة في الوقت والعمل في الوقت، ولو كنت صادقا لعلمت أن الرزق له سبب وفاعل، السبب هو السعي والخدمة والفاعل هو الله جل جلاله، فكيف تأتي السبب وقد عصيت الفاعل الذي يرزقك حقيقة؟ لو صدقت في ابتغاء الرزق لأطعته، بأن تأتي الصلاة في وقتها وخدت السبب، إنما كنت
الزوج الذي يرزقك انك تشد رزقك عن الشتاء، فالاولى ان تصطلح مع الله وان تشهد الصلاه لوقتها. الصلاه لماذا؟ لكي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. اكثر الناس تقول لي واش تريد تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ تقول لي الله يموتي. والله لقد كذب. ما تنشدش، ما تنحطش الصلاه. رجل صدق وكان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام، فقرب له وضوءه جاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صنع اليه معروف يكافئ عليه تجزي بالخير ذاك الى المعروف. فقال لم يجد ما يجازي به الرجل، فقال له وهو ربيعه بن كعب الاسلمي، قال له سل اطلب مني شاشه اعطيها. فقال اسالك مرافقتك في الجنه. قال او غير ذلك؟ قال لا شيء الا ذلك، لم يكن العكس هذا هو الذي يجزي به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني هذا الرجل يكثر الصلاة، يكثر الصلاة لأنه صادق يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسيدي أنت غير تدخل الجنة، دخل الجنة، صلي باش تدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام، بين سكتش أجل بسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكي تعلم بأن المشية ديالك إلا مشيتي للجامع الصباح، والمشية ديالك أو طيب مشيتي للجامع بالليل باش تصلي العشاء باش تصلي الصبح راك غادي للجنة. والله يعد لك نزلا إلى متى أنت من أهل الجنة مباشرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كل